ماجدة دلوقتي انت اما بيجي لك سيناريو وانت ماسكه السيناريو بتقريه بتبقي شايفه صوره، بتبقي متخيله ايه اللي هيحصل، يعني بتبقي شايفه المشهد ده هيبقى انا شكلي فيه كده وهتحرك كده وهلبس كده، بتبقي شايفه ده ولا انت بتقري وبس وسايبه ده للمخرج؟ لا انا بشوف ده، انا يعني اي دور بيتعرض عليا ببقى طالبه اني لازم اقرا السكريبت، حتى لو في مثلا لو كان مسلسل وهيبعت لي مثلا حلقاتي انا بس، او فيلم ويقول لك مثلا ممكن ما يبعتش السكريبت، لا انا لازم يبعت لي السكريبت واقرا كل المسلسل واعرف انا دوري فين، وبشوف نفسي وبعدين بقعد مع المخرج، ممكن يبقى له وجهه نظر يا اما وبقول له وجهه نظري انا كمان، بنتفق مع بعض. والحقيقه انا ما بعملش شغل يعني غير ما انا حاساه، يعني لو اقنعني المخرج وانا اتفقت وبقينا وجهه نظر واحده بنشتغل، لو لقيت انه بعيد عني وبعيد عن تفكيري اللي انا شفته بعتذر بشياكه او كده. ماجدة، هل في صالح الممثل انه يتخصص في ادوار معينه؟ لا الفنان الصح ما يتحطش في دور واحد، بالعكس الممثل يعمل كل حاجه. عظيم. بس المنتج او المخرج اما بيشوف الفنانه ماجدة زكي نجحت في ادوار البنت الغلبانه اللي بيبتدي عايزها على طول في الادوار دي، بعد كده في مخرج تاني بيشوف ماجدة زكي تلعب كوميدي فبتبتدي تتحصري في الحته دي، فهل انت حاسه ان في حصار حواليكي في فتره معينه من وقت احلام الفتى الطاير لغايه فيلم الارهاب والكباب انك اتحصرتي في ادوار البنت الطيبه، هل حاسه ان هيبقى في حصار تاني حواليك انك تلعبي الادوار الكوميدي والادوار اللي لعبتيها دي؟ لا، هو انا في بداياتي حسيت بالحصار بتاع البنت الطيبه المغلوبه على امرها البسيطه، البنت الموجوده في كل بيت، البنتين الطيبه القريبه الطبقه المتوسطه، حسيته في الاول. لكن لما بدات اتعامل مع مخرجين كبار واعمال كبيره هم اكتشفوا فيا ان انا ممثله، يعني في ناس بيقولوا انت ممكن تعملي الشر وفكروا فيا ان انا اعمل بنت الفيلن البنت الشريره ممكن توقع، يعني بشكل او باخر يعني حاسوا ان انا ممكن دي ممثله ممكن تعمل كل حاجه، لكن فين هتبقى كويسه بقى الله اعلم بقى. الفيلم الكوميدي مفيش شك ان احنا كناس فنانين موجودين في الساحه ان حاسين ان الفيلم الكوميدي بيمر الى حد ما بازمه معينه، فتعتقدي الازمه دي سببها السيناريست او الجمهور او المنتج؟ انت تفتكري ايه وانت ست راحه تلعبي الادوار الكوميديه؟ الفيلم الكوميدي والمسرحيه وحتى لو فكرنا في مسلسل كوميدي المشكله مشكله ورق، لو في ورق مكتوب كويس، لان الكوميديا مش هتطلع غير من سيناريو في مواقف، انما انا هعمل كوميديا بحركات لا. طب المشكله مشكله ورق وسيناريست، مش 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 منتج ولا ممثل، بالعكس مشكله ورق السكريبت. السكريبت طب طب كان في دايما ثنائي كوميدي، يعني مثلا شفنا لفتره طويله الاستاذ الراحل نجيب الريحاني والفنانه ميمي شكيب، وبعدين فتره ثانيه شفنا الاستاذ فؤاد المهندس والسيده شويكار. فالثنائيات الفنيه الكوميديه هل ده متوفر حاليا او ممكن يتوفر؟ هو بيحاولوا طبعا بس هو مش متوفر اليوم. طب يعني حتى شوكار وفؤاد المهندس فين؟ احنا مفتقدينهم جدا. طيب اذا انت في ايدك تعملي ثنائي كوميدي تختاري مين يبقى اللي يلعب معاكي الادوار دي؟ انا كنت في مره اتفقت كده بشكل، يعني كنا قاعدين يعني في قعده بشكل كده انا والاستاذ يحيى الفخراني، قال ايه رايك لما نعمل احنا اتخان بقى ونعمل انا وانت ثنائي؟ يعني يسعدني طبعا ابقى انا والاستاذ الفنان العظيم يحيى الفخراني. زوجة الفنان تفتكري ان مشاكلها هي مشاكل زوجة الطبيب، هي مشاكل زوجة ضابط الشرطة، هي مشاكل زوجة المهندس، ولا الزواج الفني بيبقى له مشاكل خاصة قوي؟ والله انا ما اعرفش، انا هتكلم عن نفسي، يعني الزوجة زوجة ليها متطلباتها في كل، حتى لو كانت هي مش مين جوزها، هي مين، حتى هي لو كانت هي رئيسة الوزراء هي زوجة ليها طلباتها ولي طلبات بيتها وطلبات جوزها وطلبات عيالها، فمش عارف. هو يمكن احنا كفنانين مواعيدنا، طب ما برضو ممكن مواعيد الضابط والدكتور تبقى مواعيد الزوجة زوجة ليها
مشاكلها وليها طلباتها، ولازم توفر كل الامكانيات لبيتها اولا بصراحه. ابعت لنا رساله للفنانه سناء يونس. سناء حبيبتي وفنانه عظيمه جدا وصديقه عزيزه كمان، و عبله كامل صاحبتي جدا، واحنا طالعين مع بعض. عبله بالتوفيق دايما يا عبله الحقيقه يعني. سعاد نصر، انت بتنقي لي كل حبايبي، كل الناس دول حبايبي. سعاد بالنجاح والتوفيق برضو، ربنا يوفقها. طيب زينات صدقي، نفسي اقلدها بس مش عارف. خفه دمها وتلقائيتها ما لهاش وصف. أيوة. يعني نفسي حد يطلع من جيلنا او يطلع بعدينا او يقدر يوصل لنجوميتها وتلقائيتها الجميله. كلمه من قلبك وبصدق شديد لزوجك الفنان كمال ابو ريه. ربنا معاك وما تستعجلش، وان شاء الله هتوصل للي انت عايزه. وبصدق شديد للفنانه الهام شاهين. مش هقول لك انت بتقول كل حبايبي. الهام دي صديقه عمري طبعا، احنا كنا في المعهد مع بعض وطالعين السلم مع بعض. اي نعم، هي دلوقتي ما شاء الله عليها، فبالتوفيق يا الهام وبالنجاح.